اخبار اليوم. كلنا امبارح يا جماعه شفنا فيديو بتاع اتنين شباب، واحد ممثل والتاني مراسل لبرنامج كوك شو بيجي في التلفزيون. الاتنين دول نزلوا كلفوا نفسهم وراحوا صيدليه واشتروا واقي ذكري، اكتر من واقي ذكري، وعملوه على شكل بالونات وكتبوا عليه كل سنه وانتم طيبين يا دخلاء بمناسبه عيد الشرطه. الناس دي استغلت عدم معرفه بعض رجال الشرطه بالحاجه دي، تمام، وحاولوا ان هم يتريقوا عليهم وحاولوا ان هم يقللوا من المجهود المبذول اللي الناس كلها حاسه بيه الحمد لله من رجال الشرطه عموما، من ضباط وافراد وعساكر وكل حاجه. اول حاجه عيب جدا اللي انتوا عملتوه ده، مش رجوله ان انت تستغل عدم معرفه البني ادم اللي قدامك بحاجه عشان تقلل منه. وتالت حاجه اللي غلط اكيد هيتحاسب، مفيش حد بيغلط ما بيتحاسبش. تاني حاجه بقى احب اقولها، احنا متشكرين جدا ان انتوا بينتوا قد ايه افراد الشرطه ورجال الشرطه بالعموم قد ايه الناس دي ناس نيتها صافيه للي قدامها، اكيد يعني قد ايه الناس دي ما بيتوقعوش السيء من اللي جاي قدامهم، والا يعني كنتوا اتمسكتوا في ساعتها بالافعال يعني المشينه اللي انتوا عملتوها. قد ايه الناس دي ناس محترمه والغالبيه العظمى منهم ناس محترمه، ما بيكونش في حاجه في نيتهم اتجاه اللي قدامهم، وبيقابلوا اللي قدامهم بتوقع محترم ونظيف ومفيش سوء نيه جواه. متشكرين جدا، السلام عليكم.